حول ولا قوه الا بالله. لك يا اخي على مهلك عليه، شو بقى عم تطحش مطحشه؟ فوت قدامي وانت ساكت. سلامتك بابا، سلامتك سلامتك. اخ يا ابني اخ، والله الوجع عم بيقطع جسمي تقطيع. عم تجعك ركبتك مطرح العمليه مو هيك بابا؟ ولك مو اجري يا اهبل، عم يوجعني راسي اللي خبطوا لي اياه بالتخت كانه عم تزتوا كيس بطاطا. خلص بابا خلص، هلا بخف الوجع، هلا بخف. بسيطه بسيطه، هات ناوي ايدك حتى احط لك ابره السيروم. ناوي ايدك. ايه بس شوي شوي، ها الله يخليك. لك شو هذا؟ بشكل ابره. ايه بابا بخاف كثير من الابر. ابره صغيره هاي. طيب خلص طول بالك. ايوه الله يخليك يا ابني، لا تتركوني لحالي. يا ريت بابا، بس ما بنقدر لانه مو مسموح زياره بالمستشفى غير ساعه واحده باليوم. ساعه واحده بس؟ يا ربي دخيلك، شلون بدي اقضي اوقاتي هون لحالي؟ شو بدك تساوي؟ بدك تطول بالك بابا، يعني كل اربع خمس ايام بترجع على البيت معافى باذن الله. اربع خمس ايام؟ لك ليش اعلان الاربع خمس ايام؟ اي قسما بالله رح يمضوا علي كانه خمس سنين. يا اخي ممكن تخلوني نام مع ابي بس هالليله، لانه الوالد مو متعود ينام لحاله. وليش مو متعود ينام لحاله بقى؟ بخاف من القتمه؟ لا بس بده مين يسليه، لانه هو بدي يخلقه بسرعه. ما عليك انت، نحن بنسليه. بعدين هي في مريض تاني معه بالغرفه، بتسلوا مع بعض. طيب شو في اذا ضليت انا؟ اذا مشان التخت مو مشكله، بفرش على الارض وبنام. ممنوع يا استاذ، شو تفرش على الارض؟ بعدين هالتعليمات مو من عندي، هيك نظام المستشفى. طيب جيبوا لي تلفزيون. هذا اللي كان ناقص والله. دخيل عينك، بركي بنقدر نمرق له تلفزيون صغير بيتسلى، يعني رجال كبير وخلقه ضيق. عيني افهم علي، هي مستشفى مو فندق، ما بقى غير تطلب له ريسيفر. شو يعني؟ بالحبس مليان تلفزيونات. طيب راديو؟ كمان ممنوع. هلا كل شيء بهالمستشفى ممنوع؟ اخي هيك النظام، بقى تفضل لبرا قبل ما يمرق المدير ويشبكوني يعملنا بهدله، تفضل. طيب ماشي، بدك شيء بابا؟ لا يا ابني، بس دير بالك على امك واختك. ولا تنسوا تجوا تزوروني بكره. ها اعوذ بالله، شو ننسى بابا؟ اماني ها، ديروا بالكم على بابا، بابا اماني برقبتكم. يلا خلصنا، تفضل بابا. خلص معافى. عليك العافيه يا اخ. ولك حبيبي لا تعذب حالك، هالشي ممنوع. بقى وفر التعب على حالك، روح على البيت تريح وترتاح بكون احسن. المشكله انه الوالد كثير ملول، يمكن يعذبكم من كتر ما بينق. لك حبيبي خلي نقله يشبع، نحن متعودين على نقل المرضى. روح حبيبي روح. طيب شكرا. يا اهلين. لا حول ولا قوه الا بالله على هالحبس اللي حبسته، قسما بالله رح موت من الضجر. منين اجتني هالمصيبه يا ربي؟ اطول بالك انت الثاني، شبك بكره بتتعود على هالقعده. لك صعب يا اخي صعب. ايه انا من اول يوم رح طق، وبصراحة مالي عرفان كيف بدي اقعد هون اربع خمس ايام تانيات. لا والمشكلة انه انا ما بقدر انحبس بين اربع حيطان. ايه قسما بالله قسما بالله بيزحل عقلي. يا سيدي مساح وشك بالرحمن وهدي نفسك وطول بالك. انت شو عمليتك من غير شر؟ عملية بالركبة، قالوا ما لازم اتحرك من الفرشة اللي بعد اربع خمس ايام. عجبك بقى لهالشغلة؟ الحمد لله على السلامة وإن شاء الله معافى بإذن الله. وإنت شو عمليتها؟ أنا ما بدي ساوي عملية، أنا بدي أعمل شوية فحوصات وتحاليل وصور. هلأ إلك زمان هون؟ يعني بدك تقول صار لي أسبوع زمان ولسه قدامي ثلاث أربع أيام تانيات. لعم، وشلون قدرت تتحمل أسبوع هون؟ أخي شو بدنا نساوي؟ مضطرين. طيب أسبوع إلك هلأ أسبوع هون، بدي أسألك سؤال. تفضل. كيف ممكن الواحد يتسلى ويقضي وقت بهالمستشفى؟ ما في غير طريقة واحدة. وشو هي هالطريقة؟ الحكي. تسلى بالحكي. أنت بتحب الحكي؟ يعني مو كتير. معناها لازم تعود حالك على الحكي. أنا بالنسبة إلي بحب الحكي كتير، ولساني ما بيفوت لحلي. خوش هيك شغلتي. ليش شو بتشتغل حضرتك؟ حكواتي بقهوة الماوردي. حلو كتير، معناتها راح نقضيها أنا وياك قصص وسير وحكايا. تكرم عينك، أنا جاهز. ما حدا عم يرد. شو هالحكي معقولة؟
مستشفى طويلة عريضة وما في حدا يرد على التليفون. اضرب عليك يا ابو رضا. طولي بالك ماما، يعني بابا مو اول واحد بيدخل مستشفى وبيعمل عملية ولا اخر واحد. لك بنتي انا مو قلقانة على العملية، انا شفقانة على ابوكي بهالحبس اللي انحبسها. وانت مثل ما بتعرفي ابوكي نزق وطبعه صعب وروحه بمناخيره، يعني اذا تسكر عليه باب الغرفة لحاله بجوز يطق. بقى كيف قاعد هالقعدة؟ ليش شو طالع بايدنا نعمل وما عملنا؟ هيك نصيبه، الله يعافيه ويشفي لنا اياه بأقرب وقت. لك يضرب المعتر وعيشته، يعني لو كان معنا شوية مصاري ما كنا لحشناها هاللحشة بهيك مستشفى. صحيح، بس طلبوا 100,000 ليرة مشان هيك عملية. يا ستي في دال مصاري كلها، بس نحن منين بدنا ندبر 100,000 ليرة؟ اي الله يستر علينا، يا دوب نحن عم نطالع لقمة يومنا. خلص امي، ما عاد في داعي للحكي هلا، يلي صار صار. رجع دق الرقم مرة تانية بركي بيردوا هالمرة. قولتي، نشوف شو آخر تبعهم. وضعك تمام ومن أحسن ما يكون. لك الله يعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيك. قلي كيف شايف حالك هلا؟ رح موت من الوجع يا دكتور، رح موت من الوجع. ولا يهمك، هي شغلة طبيعية. هلا ببعت عادل يجيب لك مسكنات. غيره في شيء؟ لكن ما في شيء. اتكسرت جنابي من التسطيحة، والأصعب من هيك رح تقضي أخلاقي. معلش أبو رضا، معلش. كلها كان بيوم وبترجع تمشي مثل أول وأحسن. وهالملل والضجر يا دكتور شو بدي أعمل فيه؟ ليش جارك ما عم يسليك؟ بلا والله ما عم بيقصر. كيفك اليوم يا سعيد؟ والله الحمد لله، نشكر الله تمام. إمتى رح تخرجوني دكتور؟ يعني يوم يومين بالكتير. عليكم العافية. الله يعافي عمرك. الله يعطيك العافية يا دكتور. قديش الساعة صارت؟ 9:30. بس قد ايش بدك اياها لكان؟ شو بيعرفني اياها؟ لسه وقت الزياره مطول. يا الله والله شيء بيضيق الخلق. لا ولسه النهار باوله، كانه ساعه ما عم تمشي. ساعتك ماشي سعيد؟ يا سيدي ساعه ماشي تمام وكله ماشي تمام، بس انت على ما يبدو ضجران كتير مهم. ولك ايه والله ضجران يا ابو السعود. اصبح وينك طالما وقت الزياره مطول؟ اطلع من الشباك واحكي لي شو شايف. لك بلكي بيمضى هالوقت ونتسلى. ايه مو تكرم عينك، على عيني وراسي. شايف لك هالمره رح مارس دور الحكواتي بطريقه النقل المباشر على الهواء. يا سيدي سعرك بسعر المعلقين الرياضيين. هات احكي لي شو شايف. يا سيدي شايف تحت هالشباك جنينة كبيرة. وحلوة الجنينة؟ حلوة كتير، وحواليها شجر سرو وسنوبر وكينا داير مندار، وجواتها في حواض صغيرة وكبيرة. الحواض الكبيرة مليانة بالورد الجوري الأبيض والأحمر والأصفر، والحواض الصغيرة معربش عليها اللبلاب والياسمين والخميسة والمجنونة. يا سلام، فعلا شي بيفتح النفس. وعند باب الجنينة الأسود في بياعين كتير، شي عم يبيع درة، شي عم يبيع فول نابت، وعم يرش عليه ملح وكمون وليمون. لك يا الله شو مشتهية لهالأكلة، وخصوصا إذا كانت سخنة وهالهبال عم يطلع منها. بتصدق إنه الهبال يلي عم يطلع من حلة الفول مبين لهون؟ لك يا الله على هالوصف. بتعرف إنه طفري وذكرتني بأمي الله يرحمها، كانت صبحية كل عيد تعمل لنا هالأكلة وتقول يا ابني ما في شي برم العظم إلا الفول النابت. لك يا الله هات لشوف. احكي لي احكي لي كمان. يا سيدي في ولد صغير مبين عليه ما معه مصاري كتير، ومع هالشي عم يحاول يقنع البياع مشان يحط له كمية فول إضافية بصحنه. ودخلك ابن البياع؟ ايه ابن حط له بصحنه شي 10 فولات. شو يلي عم يضحك؟ اتصور انه الولد طمع زيادة ورجع مدل له صحن مرة تانية، الظاهر بده يصلح الصحن. العمى اكيد البياع انزعج منه وما عطاه. لا والله رجع صبر له فول مرة تانية.
يا سلام، بايته هالبياع الفول شهمه قبضاي وما رضي يكسر بخاطر الولد. ايه هيك صاير. ها وهلأ دخل من باب الجنينة شلة ولاد على ما يبدو هربانين من مدرستهم وجايين يلعبوا كرة قدم. بس ما يكسروا الوردات بطابتهم؟ لا اطمئن، الجنينة فيها ملعب كبير خصوصي للعب الطابة. ولك يا سيدي كتر خيرهم انه عابين قدام هالمستشفى جنينة حلوة، والله شي ببل القلب. لك يا عمي خطة مدروسة. طيب ومين شايف كمان بجنينة؟ أكتر شي شايف ختائرة. ايه احكي لي شو عم يعملوا هدول؟ واحد منهم قاعد عم يراقب حفيدته على ما يظهر وهي عم تطعمي خبز للبطاط يلي عم تسبح ببركة الجنينة. تعرف يا أبو سعود ذكرتني براما بنت ابن رضا، بنت مهضومة وبتاخد العقل ولك بتفطس من الضحك. يا حبيب قلبي هالجيل سابق سنه. ايه والله سابق سنه، والله يخلي لك يا يا حبيب قلبي. بكرة بس اطلع من هون بدي امسكها بإيدها وجيبها لهون وطعميها فول نابه. ايه ان شاء الله ان شاء الله، ليش لا ان شاء الله. سميرة قدي صارت الساعة؟ 11 ونص. يا لطيف على الوقت شو بطيء، يعني لسه ساعتين لوقت الزيارة. اي بسيطة ماما بيمدوا. الله يصبره لأبوكي لبين ما تصير الساعة 1:30. أنا أبوكي وبعرفه خلقه ضيق وضويج، بس إن شاء الله يكون الممرضين بهالمستشفى لطفة حتى يفهموا طبعه وما يزعجوا. إن شاء الله يا رب. معرفة حبيب، هلا بعدكم فول نابت بالمستشفى؟ لك على سؤال لي شو قالوا لك فاتحين تكية هون؟ الفول نابت قالت لا إله إلا الله. لحبا ما أوقحوا، شو قلت له لحتى نهز بدنه؟ أخي لا تزعج حالك ولا تدقق. على كل حال بكرة بس نطلع من هون أنا وياك مننزل على الجنينة اللي تحت ومناكل فول نابت حتى نشبع. بس بشرط أنا اللي بدي أدفع. مثل ما بدك، مو فارقة بيناتنا. عشو عم تطلع؟ على الجنينة. احكي لي شو شايف، ليش عم تشوف لحالك؟ يا سيدي في بنت وشب الظاهر انهم بحبوا بعضهم قاعدين على مقعد تحت شجرة كبيرة وعم يتهامسوا مثل عصافير. اكيد بيكون عم بيقول لها بكرة بس تخرج من الجامعة بدي كون مستقبلي بأسرع وقت لحتى روح لعند اهلك واطلبك ونتجوز ونخلف صبيان وبنات ونعيش بسبات ونبات. لا والله مو الهيئة عم يقول لها هالحكي. وليش بقى؟ لأنه قام وتركها. لا حبا معناتها زعلوا من بعض. ايه والله هيك الظاهر. ولك اخ لو فيني اترك هالسرير وانزل صالحهم. لحظة ليكو رجع. معناتها ندم ورجع لي صالحها. ما بعرف بس عم يحكي معها. بس ما تكسر بخاطره، بينته هالشب بحبها. هلا بدي اسألك بهالجنينة ما في حارس؟ امبلا فيها حارس ختيار عمره فوق 70 ومن شوي كان عم يقصقص شتلات الورد الجوري ويعشب الحشيشة اللي على اطراف الممرات ويسقي الوردات. بس انت لو شفته هو عم يلعب مع الولاد الصغار يلي دخلوا من شوي على البسكليتات عم قلك منظره بيهلك من الضحك. بس اوعى يوعوها حاكم، وقعت البسكليت خطيرة. لا تخاف ممرات الجنينة عريضة. يا سلام شو خير ابو سعود؟ شو شفت يا سيدي؟ قدام حنفيه المي شفت لك زر كبير لورده جوريه صفرة بيطير العقل وراح يبدا يفتح. لك يا سلام، ما في احلى من الورد بالكائنات. اكيد لما راح يفتح راح تطلع ورده مميزه. يا الله شو مشتهي شوفه. وينك سعيد؟ خليك عم بتراقب زر الورد لحتى يفتح. ولا يهمك قاعدين، شو شغلتنا؟ مرحبا بابا. اهلا بابا. اهلا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك ابو رضا. الله يسلمك يا ام رضا. مرحبا بابا. اهلا حبيبي، كيفك؟ تمام. طمني ابو رضا ان شاء الله مالك موجوع او ضجران او تعبان. ماشي الحال يا ام رضا،
بس ما قلتوا لي شلون دخلتوا على المستشفى بهالوقت؟ على علم الزيارات ممنوعه قبل الوحده ونص. شو بنا بابا؟ الساعه هلا 2:30. شو هالحكي؟ معقول الوقت مضى بهالسرعه؟ ولي علي داخلك ومليت ما هيك؟ ايه والله يا ام رضا، بس الله سبحانه وتعالى بعت لي سعيد جاري، إيه لولا كنت رحت طقيق. عم يحكي لي ويسليني بهالحكاية، كتير مبسوط أنا وياه. عليك العافية أخي. الله يعافيك إن شاء الله يا أختي. ماما؟ مالك ملاحظة إنه بابا متغير شوي عن أول؟ شلون يعني متغير؟ يعني صاير صدره مشروح أكتر وخفانة عنده حالة الضجر. بصراحة أكتر ما عدنا قبل مرة. إن شاء الله الله يهدي سره يا رب. بس أنت برأيك شو السبب؟ إيه مبينة ماما، السبب جاره اللي بالغرفة، وعلى ما يبدو كتير موالفين على بعض. إيه سبحان مغير الأحوال. أبو السعود. أيوة. مالك حاسس إنه الدنيا عتمت على بكير؟ ليش حابب يضل النهار على طول؟ اي والله مو منشان شي، بس حتى نحضر زر الورد الصفرة شلون عم يفتح. اطمن لساته زر وبدها يوم تاني حتى تفتح. يعني بكرة الصبح بيكون الزر فتح؟ بإذن الله بتفتح. ايه تصبح على خير لك. وانت من أهله. صباح الخير ابو رضا. صباح النور. شو شايف شمسك عالي اليوم؟ شو وينه؟ مين؟ سعيد؟ ايه عبال عندك، تخرج اليوم الصبح. لا الله يسامحه، ليش ما خبرني انه بده يتخرج اليوم؟ يمكن ما حب يزعجك. عادل دخيل عينك، ممكن اطلب منك طلب. ايه تفضل ابو رضا. روح وقف عند هالشباك لو سمحت. اي تكرم عينك. وين وقفت؟ اطلع لتحت لو سمحت. طلعت. في بالجنينه جنب حنفيه المي زر ورد جوري اصفر على وشك انه يتفتح. يا ترى فتح ولا لا؟ انا ورد يلي بالجنينه. بس هون ما في جنينه. في جنينة؟ لا. شو في لك؟ هاد الشباك بطلع على خلفية المستشفى، يعني ما في غير سيارة إسعاف معطلة وشوية كراكيب وبراميل. شو القصة أبو رضا؟ عم تشوف الجناين بمنامك؟ الله يسامحك يا سعيد، بالفعل إنك حكواتي شاطر.